امس كانوا الاطفال هنا واليوم استرجعنا الذكريات الاطفال اللي كانوا امس موجودين. مع اقتراب العام الدراسي يحتار الاهل كثيرا في اختيار الحقيبه المدرسيه المناسبه للطفل، خصوصا مع تعدد الموديلات والالوان والتي تتغير كل عام. واحيانا يخضع الوالدان لاصرار اطفالهم على حقيبه محدده، فبماذا تتميز تشكيله هذا العام من الشنط المدرسيه سواء للاولاد او البنات؟ للمزيد ينضم إلينا هنا في الاستديو مدير المشتريات في أحد المكتبات في دبي محمد صبري. محمد أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني قبل القليل كنا نتذكر المقلمة. المقلمة. البنسل كيس أو فبالتالي كبرنا. إيه والله. لا أنت كبرتي. عموما ما زلت أشتريها للأولاد. نعم. خلينا نتكلم اولا انه اليوم اختلفت الموديلات، لم تعد هي الموديلات السابقه على زمننا، وكل كل سنه مظبوط الاطفال يبحثون عن الموضه، ما الجديد؟ حضرتك الفكر اتغير كمان بالنسبه للاطفال، يعني زمان عن دلوقتي، كان قبل كده الطفل بيذهب لشخصيه معينه، الكاركترات المعينه اللي هي اللي بتيجي في الشخصيات الكرتونيه اللي موجوده عندنا في التلفزيون، اللي هي بتيجي على كان بيجي زمان على السيديهات عن هاي الاغراض، فكانت نسبه المشتريات من الاطفال نسبه تتعدى 90% من الموديلات الساده، اللي هي مثلا الفلاورز، الحاجات اللي فيها فاشن، الحاجات اللي نازله جديده، كانت نسبه مشتريات الاطفال في الفترة السابقة كانت تتعدى 90%. الآن الحين الأمور اتغيرت تماما، يعني الحين بنسبة مثلا 60% بيجي الطفل خلاص ألف الشخصية أو ألف الكاركتر اللي موجود، فبقى بيدور على حاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي ممكن تكون حاجة لون نازل جديد، بيدور على شيء معين أو براند معين أو شكل معين. ايه الالوان الدارجه السنه دي بالنسبه للولاد وبالنسبه للبنات؟ بالنسبه للبنات اللون اللي شغال باستمرار اللي هو اللون الفوشيا، بيبقى شغال عندنا باستمرار. بالنسبه برضو اللون الموف، عندنا في لون تاني اللي هو الفاست موفينج بنقول عليه هاي السنه، اللي هو اللون الاخضر مع الفلاورز، فشغال كبير جدا. يعني رسومات درجه السنه دي إيه؟ البترفلاي والفلاورز يعني الورود والفراشات. طيب هذه الان ماذا عن الشنط الاكثر مبيعا؟ هل هي اللي ذات العجلات ام هذه؟ احنا يعني بتعتمد على المرحله العمريه بتاعت الطفل، يعني فيها على الظهر وانتهى موضوعك. ايه بتعتمد على المرحله العمريه، السن اللي هو الصغير بيفضلوا ياخذوا اللي هي الشنط اللي هي بالعجلات، جرار الشنطه الجرار، بحيث ان هي تبقى سهله على الطفل، وبالنسبه ان هي ما تاثرش على ظهره في حمل الكتب. يعني المرحله اللي هي بنبتدي مثلا من جريد 1 مثلا لحد سن قبل الاعداديه او المتوسطه. يعني برضه المرحله الاولى الاعداديه، اولى اعداديه، لان هؤلاء بالنسبه للصبيان يشعر ان رجل حينما يحمل بعد الشنطه على ظهره. في مرحله الاعداديه بيبتدي الطالب يغير الفكر بتاعه من الشنط الترولي لشنط الظهر. اها. طيب يعني كمان في الالوان اللي احنا شايفينها، لا. في الاحمر وفي الاسود، ده كمان الوان درجه، وطريقه الجرار مختلفه عن بعض الاشكال اللي احنا شايفينها الناحيه الثانيه للبنات. ايه الجديد بالنسبه للشنط ديت للاولاد؟ بالنسبه للشنط الجديد السنه دي النازل، في عندنا شنط نازله باربع عجلات من تحت، فبتبقى سهوله الحركه بالنسبه للطفل اسهل من اللي هي تبقى عنده عجلتين او يد واحده. هنا اليد بتبقى مربعه برضو، فسهوله جر العجله بالنسبه للطفل بتبقى اسهل واسلس في الحركه عن اللي هي السنجل اللي هي الدرع الواحد. طب بالنسبه للانش بوكس او الحقيبه اللي بيحط فيها حقيبه الطعام؟ ايه حقيبه الطعام، هو الطفل لما بيجي حضرتك بيشتري الشنطه بيعمل تناسق ما بين الشنطه واللانش بوكس والمقلمه، فهو بيختار الست كامل على بعضه، بياخد المقلمه، بياخد الشنطه نفس اللانش بوكس نفس المقلمه، كمان المقلمه. طيب. وكمان الشنط الخاصه بالبنات اللي خلينا تمام جميل. خلينا اذا نكتفي بهذا القدر، انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك. خلونا ايضا نقول بانه شكرا لمحمد صبري مدير المشتريات في احد المكتبات، وسنذهب الى تقرير ومن ثم نتحدث عن الاثر الطبي لشنطه الاطفال او حقيبه الاطفال على ظهورهم. صح؟ صحيح.